أبوك ينسلك، أسلافك يحرقوهم، أسلافك أسلافك. لو أنت قلت سؤال، أصلا ماكو مجال للسؤال، أنه كيف هذا مقدس؟ البلد ضاع، وين مقدس هذا؟ تقدر تحكي؟ محتم عليهم الهلاك والفناء كلما قرر الحكام وبكل استهتار وكل رفاهية منهم. فالإبادة للأمم بسبب نزوات ونزعات الأمراء والحكام منذ القدم وإلى يومنا هذا، إلى هاليوم 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 هاليوم. خب، أهم ما يشيد هذا التمادي للدول هو وسائل القمع الثلاثة. الدولة كيف تمارس التمادي والتطاول والتعدي؟ أهم أذرع هذا التمادي ثلاثة أذرع، ثلاث عوامل هي الأهم. أولها وأبرزها وأوضحها وأهمها، يعني أقربها إلى القمع، السلوكي عبر السجون والمعتقلات والتعذيب وعبر جهاز المخابرات والبوليس والجيش. هذا القمع معروف، هاي وسيلة قمع من أهم سمات الدول. أصلا الدول ما تقدر تتنفس، هذه رئة الدولة أصلا، أكسجين. شلون الإنسان بأكسجين ما يقدر يعيش؟ دولة يوم واحد، مو يوم واحد، دقيقة واحدة بدون وسائل قمع ما تقدر تعيش. هذا مو مثل الأكل والماي، ممكن واحد بدون الماي يعيش فت كم يوم وبدون الأكل فت 20 يوم شهر يقدر يعيش. لا، هذا أكسجين لحظة تين الدولة ما تقدر تعيش فيها. هذا الأول، القمع السلوكي. الثاني القمع الاجتماعي، شنو؟ عبر المجموعات الغوغائية، هذه من أهم ركائز الدولة. دول مجموعات غوغائية في أي وقت يحبون يحركوهم ضد أي مشروع، ضد أي واحد. مجموعات غوغائية عندهم بالآلاف، مجموعات بالآلاف يحركوهم، بوازع ديني يحركوهم، بوازع على كل نزعات، مثلا الاصطلاح دوافع وتعصبات دينية أو عرقية أو أمثال ذلك. على كل حال عناوين شريفة وعناوين مقدسة غوغائيين يحركون في مختلف الجهات في مختلف المجالات، يضربون سفارات، يضربون، يحرقون ما أدري كذا، يسوون، يدخلون على بيوت مراجع، يسووا هذا فلان عالم مرجع تقليد، يحلقون لحيته ما أدري كذا، يركبون، هاي قوم هاي قوم، ركبوا بيوت المراجع كلها مرجع تقليد لأنه نظريته مثلا في قضية فلان يختلف اختلاف فقهي، قالوا لازم هذا محمد رضا مثل ذاك محمد رضا بهلوي، لازم يعدم، بس هذا بي لحية، ذاك محمد رضا بهلوي ما عنده لحية، راس عقدنا هنا. مجموعة غوغائيين من وراهم شنو؟ الدولة تحركهم. ليش؟ لأنه قال رأيا فقهيا لا يتوافق مع هذا الرأي الفقهي، كلش بسيط، لا إعلام ولا تهريج، لا قال هذا بابا لا تقولون هاي الكلمة، بس قال لا تقولون. أنا زين أتذكر بأم عيني رأيت وبأذني سمعت، هنا طلعوا مظاهرات، ركبوا بيت مرجع كبير، كان فترة مرجع الأعلى للطائفة، قالوا هذا محمد رضا شبيه ذاك محمد رضا، بس هذا عنده لحية، هذا لازم يعدم. بسبب شنو؟ هاي مجموعات غوائية أنا بعيني شفت، هاي هذا الفرع موجود، ركبوا كل بيوت المراجع، ركبوا ودنسوها. هذا الثاني، القمع الاجتماعي. جدا هذا عامل أقوى من العامل الأول، ولو هو مو بتلك الظهور. العامل الثالث وهو الأهم، ولعمري أنه هو الأهم، أكاد أقول أهم العوامل على الإطلاق، القمع الإعلامي. القمع الإعلامي، الإعلام، ماكنة الإعلام، الماكنة الإعلامية تصنع فد جو هائل إلى درجة أن الحسين عليه الصلاة والسلام يصير خارجي ويقتل قربة إلى الله تعالى. والله رهيب هذا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ازدلف إليه 30,000 كل يتقرب إلى الله بدمه. والله رهيب هذا، شيء عجيب لا أكاد أفهمه. ممكن يزيد يجبر الناس على قتل الحسين، بس قربة إلى الله هذا ما يمكن، هذا بالقمع ما ممكن، هذا بالقمع ما ممكن.
القتل ممكن بالنتيجة الإنسان ينصاع، حتى ممكن هذا معقول أن بالقمع بالتهديد ممكن إنسان يقتل إنسان آخر حتى لو كان الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا معقول ممكن تعقله. أما القضية القلبية أخو هذا ما يسيطر عليه يزيد، هذا الدعاية سوته، سوته خارجي وإلى يومك هذا أكبر مراجع الطائفة يصير خارجي يحجون عنه أنه هذا بريطاني وهذا ما أدري كذا، إلى يومك هذا الماكينة الإعلامية مالت الدول شو تسوي؟ طريقتها شنو؟ تنتج القمع الإعلامي، تسوي أولا خارجي بعدين تقتله. أمير المؤمنين عندما قتل صلوات الله عليه في المحراب الناس قالوا شنو عجبا علي، تساءلوا، هذا استفهام استنكاري من الناس، عجبا علي كان يصلي؟ العياذ بالله، شلون علي ينقتل بالمحراب؟ هذا شنو كان يصلي؟ شوف الماكينة الإعلامية شلون، هذا قمع إعلامي، هذا مو قمع بالأدوات، لا، إعلام تصنع. علي أشرف من خلق الله تبارك وتعالى، أشرف ما خلق الله تبارك وتعالى، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، أشرف من خلق الله على الإطلاق. الناس يتسألون شنو عجبه، شوف شلون تأثيره. هذا اللي أقول ولعمري أنه أهمها على الإطلاق هالشكل، تقمع الطرف تسوي يهودي، تسوي خارجي، الماكينة عندها قدرة هائلة، هاي قدرة الدول فقط وفقط، دول اللي معاوية صنع بهذا الصنيع مع أمير المؤمنين وابنه صنع مع ابن أمير المؤمنين، هذه مثال والأمثلة كثيرة بالملايين على مر التاريخ. الحديث طويل هنا حقيقة، تصور صور مشوهة. على كل حال قتل الحسين بتلك الفجيعة العظمى قربة إلى الله تعالى. الفصل الأخير الثالث التباهي، هذا جدا مهم، هذا جدا مهم، التبجح والافتخار. التباهي يعني شنو التبجح؟ فرعون قال الأمة هذا موسى وهارون يريداني، العبارة شوفوا، أن يخرجاكما بسحرهما، بعدين شنو؟ ويبطل طريقتكم مثلا. طريق هذا 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 العنوان الثالث، هذا الفصل الثالث. الدول ما تجي تصطنع إيديولوجية، لا، تطور إيديولوجيات. ماكو اصطناع، لأنه الاصطناع صحب، أكو فتشي في البال تجي، هاي الكلمة خلوها في بالكم، اصطناع ماكو، أكو تطوير، هاي كلمة تطوير خلوها في بالكم. على مر التاريخ الناس كانوا يعبدون الله، صحيح؟ فرعون إجا شنو قال؟ ما إجا استحدث العبودية، استحداث ماكو، أكو تطوير، قال أنا ربكم الأعلى، مفهوم موجود سائد تتقبله العقول، يجي يعطي فد فيرجن أرقى منه بالضبط، مثل 100% مثل ولاية الفقيه اللي الآن أكو، هذا فد موضوع مو مصطنع، هذا مو مستحدث، هذا موجود في بين الفقهاء، بس إجا انطاف فد فيرجن جدا راقي، قال ولاية الفقيه ولاية الله نفسه خلاص. شوفوا هذا تطوير مفهوم إيديولوجية، تطوير هذا جدا مهم. بعدين يركب في الراس، مو يقول هذه طريقتي، يقول هاي طريقتكم المثلى، هذه ديروا بالكم لي واحد يحكي على ولاية الفقيه، هاي طريقتكم. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، بعدين اعتبر موسى وهارون شنو؟ يقضياني، يقوضاني طريقة الناس المثلى. شوفوا هاي الطريقة المثلى، هذا التبجح، هذا الانبهارية، هاي المدح للذات، طريقتكم. هو يقول أنا ربكم الأعلى، هاي طريقتك أنت، لا، يقول هاي مو طريقتي، هاي مصلحتكم أنتو، أنتو هاي مسألتكم أنتو. الآن لما الواحد يريدون يطيحون حظه شنو يسوون وياه؟ يقول هذا ضد ولاية الفقيه، بابا الشيخ الأنصاري كان ضد ولاية الفقيه، أكو الآن تشوفون هذا الشيء، أنتو حيل تلمسوا هذا اللي جاي أقول له.
اكو عمليه تطوير مو استحداثها، اكو فد شيء موجود الى اسس الى ثوابت راسخ في الاذهان سائد مقبول، يعطوه شويه في الجرعه اضافيه يركبوه من خلال هذه الجرعه الاضافيه يركبه، فشنو يخليه هذا الشيء السائد يقود الامم يحولهم الى شنو جماهير منصاعه 100%. هاي شنو طريقه بابا انا ربكم الاعلى، هاي العبوديه، هاي طريقه المثلى، والله العظيم ولايه الفقيه نفس انا ربكم الاعلى مو شيء ثاني بالله عليكم، نفس طابق النعل بالنعل القذ بالقذ، يعتبروها هذه هي الان هاي البلاد الان قائمه على هذا المفهوم بقضها وقضيضها. اذا لا يمكن المساس بهذا المفهوم حتى بشكل سؤال اصلا ما يمكن، لو يكون الشيخ الانصاري ينزلوه هالشكل. هذا العامل الثالث، ما يستحدثون مفاهيم حتى يحتاج الى ضغط حتى يجعلوه سائد في الافكار، لا 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 ما يستحدثون، اكو عمليه تطوير كلش مهمه، هذه يطورون مفهوم سائد مقبول يطوروه فياخذوه من هذا التطور يمرروا كل اهدافهم. الفرد يقول انا ربكم الاعلى يعني انت عابد، هذا شلون طريقه مثلى؟ ولاية الفقيه يعني انت عابد، بالنص قالها ولاية الفقيه حدود، ولاية الفقيه في حدود ولاية الله، مو قالها كل الصحف هم كتبها، وفي حدود ولاية رسول الله، يعني شنو؟ يعني عبيد. في عالم اليوم هسه فرعون كان يحكي بها عجيبة، شوف الدول شلون تمتلك قدرات، اليوم اللي العالم تمدن بعد هاي مفهوم العبودية ما قابلة مو مستساغة، الآن بالملايين يحركون الجماهير على هاي المفردة الواحدة، كل النظام قائم على هاي الكلمة، تدرون كل النظام قائم، يعني ملايين القوانين والسلوك والمبادئ والقيم كلها قائمة على هاي الكلمة، اللي هاي الكلمة في العهد السابق كان يستخدم اليوم ما يستخدم على كل التمدن اللي حاصل والتطور اللي حاصل. شوفوا شلون قدرة هائلة على تطوير مفاهيم يطورها، وبعدين هسه في الجانب الإيجابي يطوره، في الجانب السلبي هم يطوره، أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه أكل عليه الدهر وشرب، يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل، يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات، التطبير شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه، شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين. أخيرا توكل، أخيرا الآن في المجتمع السائد شنو حقيقة ينبذون هذه الشعيرة، شوف شلون ما تجي تستحدث فتشي ضد التطبير، لا ماكو استحداث، أكو تطوير، عملية تطوير، تطور مفهوم سائد وتركبه، هذه قدرة الدول، هذه أسلوبها، تطور الدول إيديولوجيات وأديانا وتصورات للعالم لكي تتخذ توجهات معينة مصرة على اعتبار تلك الإيديولوجيات هي الحقيقة دائما، هاي حقيقة أصلا، الحق هو هذا الحقيقة، والطريقة المثلى، لاحظوا أنا استعملت هاي العبارة لأنها واردة في القرآن، ومصرة أكو إصراريا، أولا هاي الطريقة المثلى، وبعدين شنو كل العالم شيطاني وكل العالم الموت له، وكل ما غيرنا هو شنو انحراف وضلالة وجهل، ومغلين في الجهل إصراريا أكو من الدول، هذا في الجانب الثاني إيجابي وسلبي، كل شيء لا يتوافق معنا مزيف، كله ضلالة جهل، على كل حال غامر، لاحظوا العبارة، ومصر بشكل متوالي
على أن جميع الأنظمة الأخرى شريرة شيطانية لعينة، أو أنها موغلة في الجهل والضلالة، ومن ثم تبذل كل الطاقات بعد ما هذا الإصرار صار، يصير طاقة تبذل كل طاقات الدولة على إرغام الشعوب على قبول هاتين المفردتين، أولا الطريق المثلى لهم، وثانيا الشيطانية للآخر على كل حال والدونية للآخر، بالرغم يرغمون الشعوب، يبذلون كل الطاقات كل الطاقات على شنو؟ إرغام الشعوب والجماهير على الاعتراف بما تتبناها. قال تعالى عن لسان الفراعنة حول موسى وهارون: قالوا إن هذان لساحران يريدان، شوفوا ساحران، هاي الوصمة عار، هذا أسلوبهم الحسين خارجي، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. حقيقة أبرز مصداق لهذه الآية وهذه القضية مع الفرعون هي تطوير نظرية ولاية الفقيه اللي الآن موجودة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.